بالنسبة لمسألة الكونتنت أو المحتويات الموجودة في منطقة الانفرا تيمبرال فوسا، زي ما قلنا هنا منطقة التيمبرال فوسا وهنا منطقة التيمبرال فوسا، وعشان أنزل لمنطقة الانفرا تيمبرال فوسا لازم إن أنا أكسر المانديبول وأكسر الزيجوماتيك أرش في الصورة دي، وهنا برضو كسرت المانديبول وكسرت الزيجوماتيك أرش. لما كسرت المانديبول والزيجوماتيك أرش نزلت في المنطقة اللي احنا بنسميها الانفرا تيمبورال فوسا، لقيت كونتنت او لقيت محتويات. اشهر هذه المحتويات عضلتين وليجامنت، عضلتين وليجامنت. العضله الاولانيه اللي احنا بنسميها عضله اللاترال تريجويد ماسل، اللاترال تريجويد ماسل. في عضله كمان تحتيها اسمها الميديال تريجويد ماسل. يبقى انا عندي هنا لاترال تريجويد وعندي الميديال تريجويد، ده كده رقم واحد وده رقم اتنين. بالنسبة لرقم تلاتة ليجامنت كده اسمه سيفينو مانديبولار ليجامنت، اسمه سيفينو مانديبولار ليجامنت لأنه ليجامنت أو رباط يربط عظمة السيفينويد بون بعظمة المانديبول، بيربط السيفينويد بالمانديبول فسميناه سيفينو مانديبولار ليجامنت، وده رقم تلاتة. يبقى أنا عندي أدي منطقة الإنفرا تيمبورال فوسا، عرفت منين؟ كسرت سيجوماتيك أرش وكسرت الريموس أوف ذا مانديبول، لقيت لاترال تريجويد ماسل ولقيت الميديال تريجويد ماسل ولقيت السفينو مانديبولار ليجامنت. نشوف بقيه الكونتنت. زي ما احنا شايفين كده ادي الايه زيجوماتيك ارش برضو مكسور، وادي الريموس اوف ذا مانديبول مكسور، والمنطقه دي بنسميها الانفرا تيمبورال فوسا. هنا زي ما احنا شايفين كده ادي الارتري اللي اسمه الاكسترنال كاروتيد ارتري، ماشي، وبينتهي من خلاله انه يدي اتنين شرايين رئيسيه. الاثنين الشرايين الرئيسية ادي الاكسترنال كاروتيد زي ما قلنا بيدي اثنين شرايين رئيسية، الشريان الاول اسمه سوبرفيشال تيمورال ارتري خلاص كده، والتاني اسمه الماكسيلاري ارتري، تمام كده، الماكسيلاري ارتري اللي هو ده خلاص. هنلاحظ ان الماكسيلاري ارتري ماشي في المنطقة اللي احنا بنسميها الانفرا تيمورال فوسا، فاصبح الماكسيلاري ارتري هو من الكونتنت الموجودة في منطقة الايه الانفرا التيمورال فوسا. برضه ده نفس المنظر اهو، ادي الاكسترنال كاروتيد تمام، بص كده ادي الاكسترنال كاروتيد اهو، ادى سوبرفيشال تيمبورال خلاص كده، وادى الماكسيلاري، واضح ان الماكسيلاري داخل اهو، داخل في المنطقه اللي احنا بنسميها الانفرا تيمبورال فوسا، موجود تحت الزيجوماتيك ارش وتحت الريموس اوف ذا مانديبول، وعشان اشوفه بشكل واضح لازم اكسر الزيجوماتيك ارش واكسر الريموس اوف ذا مانديبول، فهو يتواجد الماكسيلاري ارتري يتواجد في المنطقه اللي احنا بنسميها الانفرا تيمبورال فوسا. برضه زي ما احنا شايفين ادي الزيجوماتيك ارش مكسور وادي الريموس اوف ذا مانديبول مكسور، يتواجد في منطقه الانفرا تيمبورال فوسا حاجه بنسميها التريجويد فينس بليكسس. برضه التريجويد فينس بليكسس من الكونتنت المهمه الموجوده عندنا في منطقه الانفرا تيمبورال فوسا. برضه من الكونتنت المهمه عندنا زي ما احنا شايفين كده ادي الترايجيمينال نيرف اللي هو ملون باللون الاصفر ده، الترايجيمينال نيرف، الترايجيمينال نيرف بيدي برانشين، برانش اسمه الماكسيلاري خلاص كده، والبرانش التاني اللي هو اللبني ده اسمه المانديبولر، يعني ده اسمه الماكسيلاري وده اسمه المانديبولر، والاثنين زي ما احنا شايفين كده عشان نشوفهم لازم نكسر زيجوماتيك ارش ولازم نكسر ريموس اوف ذا مانديبول، يعني ده معناه ان المانديبولر والماكسيلاري الاثنين موجودين في المنطقه اللي احنا بنسميها الانفرا تيمبورال فوسا. زي ما احنا شايفين كده يا شباب ادي منطقه الانفرا تيمبورال فوسا، برضو هنا ادي الترايجيمينال نيرف كده، ادى ثلاث برانشات اهم خلاص كده، ادي واحد وادي الثاني وادي الثالث تمام كده، اللي يهمنا مين ده، رقم اثنين الماكسيلاري والثاني اللي هو رقم ثلاثه المانديبولر. احنا قلنا قبل كده انه الماكسيلاري والمانديبولر الاثنين بيتواجدوا في المنطقه دي اللي احنا بنسميها الانفرا تيمبورال فوسا. بعض الملحوظات بس البسيطه هنضيفها انه في نيرف كمان مهم اسمه الكوردا تيمباناي نيرف. الكوردا تيمباناي نيرف ده بيجي يسلم على المانديبولار نيرف خلاص كده، وتحديدا على برانش منه اسمه اللينجوال، مش موضوعنا دلوقتي. المهم ان الكوردا تيمباناي ده برضه قالك موجود في المنطقه اللي احنا بنسميها الانفرا تيمبورال فوسا. في نفس المنطقه ديت مطرح ما انا مشاور كده في هنا جانجليون بتبقى موجوده بنسميها اوتيك جانجليون، برضه تعتبر الاوتيك جانجليون من الكونتنت او من المحتويات الموجوده في الانفرا تيمبورال فوسا. يبقى محتويات الانفرا تيمبورال فوسا الكوردا تيمباناي وجانجليون بنسميها اوتيك جانجليون والمانديبولار نيرف والماكسيلاري